السلام عليكم زملائي وأصدقائي الصيادلة اللي متابعيننا على الفيس. نعتذر بسبب التأخير اللي صار، كان في مشكلة في عملية ربط الزوم مع لقائنا في الزوم مع صفحتي لايف على الفيس، واضطرينا نطلب استعانة بخبير حتى يقدر يساعدنا. الحمد لله زبطت، بس نعتذر إنه تأخرنا. طبعا كان الواحد بامكانه يحكي خلص بطلنا، بس انا من الناس اللي مقتنعه انه اذا الواحد حضر إشي لازم يستمر لاخر لحظه عبين ما يقدر ان شاء الله يطلعوا بالاسلوب اللي بتمنى انه يطلع. اهلا وسهلا فيكم بلقائنا الثالث، التفاعل الثالث مع مجموعه من الصيادله اللي تميزوا وتخرجوا من الاردن وتميزوا كل واحد في مجال. ومنكرر انه هاي اللقاءات هدفها انها تزرع الايجابيه في الصيادله الخريجين، انها تورجيهم وين ممكن يوصلوا، تخليهم يستفيدوا من خبرات زملاء سابقين مشوا بهذا الطريق، لحتى ان شاء الله نشوفهم وصلوا لكمان اكثر. في ناس بيسالوني ليه مغلبه حالك بهاي الامور، بقول لهم انه الانسان مش بس الانفاق عند الانسان بيكون بالمصاري، الانفاق كمان بالوقت والجهد بمثل هاي الامور، حتى انه بالنهايه اي انسان بيستفيد من هاي اللقاءات، وحتى لو انه بس بيعمل نتوركينج بسيط مع هدول الاشخاص اللي احنا المميزين اللي عم نجتمع معهم، فهذا بالنسبه لي انا بكون بعتبره انجاز. راح نعرفكم على ضيوفنا، نبلش بالدكتور مهدي غرايبه، راح اعمل احكي عنه سيره مختصره وبعدين ان شاء الله نبلش الحوار معه. بدنا نعمل شيرنج، فلحظه شوي عشان برضه شكله كمان الشيرنج بده تظبيط، فاستحملوني شوي. لحظة شوي، معلش سامحونا اليوم يعني لكل جواد كبوة، فاليوم كان لازم أعمل لايف قبل هيك تيستينج ما عملت، فهيني قاعدة زي ما أنتم شايفين. أوكي شير سكرين، أوكي هلأ شير سكرين، ممتاز. دكتور الصيدلاني مهدي غرايبة حاصل على بكالوريوس دكتور صيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، معه ماجستير اقتصاد صحي من جامعة شيفيلد البريطانية، معه دكتوراه اقتصاد سياسي ومخرجات الأدوية من جامعة أريزونا الأمريكية، يعمل حاليا دايركتور جلوبال فاليو اند اكسس في جيلات ساينسز، ولديه خبرة 5 سنوات في شركات الأدوية في مجال أبحاث الاقتصاد الدوائي وتغطية تكاليف العلاج، لديه 3 سنوات خبرة في أماجين جلوبال و2 سنين خبرة في جيلات، وأيضا عند تخرجه عمل 2.5 سنين في مجال الدعاية الطبية في الأردن، وأيضا عمل 2 سنين في مركز الحسين للسرطان وقت ما كان لساته بكالوريوس كأول متدرب في برنامج تدريب صيدلي. دكتور مهدي أهلا وسهلا فيك، سامعني دكتور مهدي؟ أهلا فيكي. أهلا فيك، بدنا إياك تحكي لنا، أنت تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا، لما تخرجت كان قبل ما تتخرج كان في شغله ساهمت في انها تو بيلد يور سي في وتساعدك، بدنا تحكي لنا عنها وبعدين ان شاء الله بعد التخرج نحكي شو باقي القصه تبعت الدكتور مهدي. تفضل. اول شيء يعطيك العافيه وجهودك مشكوره، يعني اكيد الواحد بيعرف قديش ضغط الحياه، ضغط الشغل والعائله، فعن جد الله يعطيك العافيه ويسلم ايديكي. فرصه حلوه نلتقي بكل زملائنا الصيادله بالاردن جزء خارج الأردن كمان. أنا لي فترة برا الأردن، فشكراً لك لاستضافتنا أول إشي. هلا أنا زي ما حكيتي أنا خريج دكتور صيدلي من جامعة العلوم والتكنولوجيا، أنا خريج 2009 من التكنولوجيا. الخطة الدراسية تاعتنا كانت إنه بسنة ثالثة ما في عنا فصل صيفي، فكان الفصل الصيفي فاضي ما فيه إشي، قاعدين بالبيت ما في عنا أي إشي. خطرت ببالي فكرة إني أتدرب بمركز الحسين للسرطان، وللأسف ما كان في برنامج لتدريب الصيادلة بمركز الحسين للسرطان، فاقترحت الفكرة، قلت ليه ما أكون أول واحد أجرب حظي. قدمت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ورفضت لأنه ما في بروجرام، يعني وين لازم أكون موجود بالستركتشر تاع مركز الحسين للسرطان. بالنهاية شافوا الإصرار شوي بجوز، قرروا إنه أوكي we'll give you the chance، يلا تعال بدك تتدرب، نعطيك 3 أشهر تدريب بمركز الحسين للسرطان.
بلشت التدريب، كانت فترة حلوة. بدل ما أكون قاعد بالبيت كنت عم بتدرب for free، كانت صراحة كانت totally voluntarily. تعلمت فيها كثير أشياء، تعرفت على كثير ناس، استفدت منها. تفاجأت بآخر الانترنشيب تاعتي إنه بيطلب مني مدير الصيدلية إنه راح نعطيك كونتراكت، شو رأيك تشتغل معنا هون بمركز الحسين للسرطان؟ يعني كطالب سنة ثالثة كانت يعني هذا إشي كثير واو إنه أنا إجاني شغل بدري. أكيد وافقت، ومن وقتها عملوا برنامج الانترنشيب بروجرام بمركز الحسين للسرطان، فأنا كنت أول واحد بيشتغل بهذا البروجرام. مدته سنتين على حسب علمي، بعرفش إذا ستيل هو سنتين لحد هلا. فقعدت سنة رابعة وسنة خامسة بمركز الحسين للسرطان لحد ما خلصت الـ 2-year internships. إذن أنت كانت بدايتك إنك أنت أيام ما كنت بالبكالوريوس حاولت جهدك إنه تستغل وقت الصيفي في إنك تتدرب بمكان أنت بتعتبر إنه حابب تأخذ فيه خبرة، غريب عليك. أولها وجدت إنه ما في تقبل لموضوع إنك تتدرب لأنه ما عندهم برنامج، لكن أنت إصرارك هو اللي خلاك تأخذ هاي الفرصة. طيب، وتخرجت وقررت إنك تأخذ تبدأ تدور على ميديكال ريب، يمكن زيك زي الشباب كتير إنه دائماً بنظروا للميديكال ريب. تحكي لنا عن هاي الفقرة. مظبوط. هلا أنا خلصت التدريب بالصيدلية، تعلمت كثير، بس اكتشفت إنه أنا لا، ما بدي أشتغل بصيدلية. يعني كان خلال فترة تدريبي بالصيدلية زي ما حكيت لك تعرفت على كثير ناس. واحد منهم محمد جبر، دكتور محمد جبر الله يذكره بالخير، هلا هو بكندا. هو كان الـ Head of Drug Evaluation Center بمركز الحسين للسرطان، شخص كثير رائع، ساعدني وعلمني، واشتغلت معه بروجكت خلال الـ 2 years internship program اللي عملتها. فهو عرفني على الـ Health Economics والـ Pharmacy Economics والـ Outcomes Research. فوز يعني شغلة جديدة علينا، احنا ما تعلمناها بالمدرسة بالجامعة. was very interested about it، حبيت البزنس بارت اوف ذا ساينس، فقلت يلا خلينا نشتغل مندوب اشوف شو بصير بشركات الادويه. عرفنا اوكي ندرس بالجامعه علم سايد الكلينيكال اللي تعلمناه بمركز الحسين للسرطان، خليني اشوف شو 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 الاذر اوبشنز موجوده لحتى اعرف انا بالضبط ايش بدي. فبلشت اقدم على شركات الادويه، قدمت على نوفارتس، الحمد لله تعينت بنوفارتس. شو الأشياء اللي أهلتك إنك تتعين بنوفارتس؟ أعتقد كميديكال ريب حتى نوفارتس ما أعتقدش الطلاب بسهولة بيقدروا يحصلوا فيها بوزيشن. أنت كدكتور مهدي، إيش الأشياء اللي خلت نوفارتس يلاقوك إنك أنت ممكن نعطيك هاي الفرصة كخريج جديد طبعاً؟ يا والله شوف، هي دائماً بضل بحكيها، أول إشي توفيق من رب العالمين، هاي أنا وأنتو كل الناس بدهم يكونوا مأمنين بهاي الشغلة. الشغلة الثانية هلا الاكسبيرينس الموجودة عند الشخص هي مفتاح لحتى تعطيك انترفيو. يعني في 50 واحد قدم على البوزيشن، مثلا السوبرفايزر هناك مش فاضي بده يقابل 5 اشخاص، هي سكيم ذا سي فيز، في سكيلز بدور عليها. مثلا انا لقى عندي بجوز انه واو اشتغل بمركز الحسين للسرطان سنتين، هي هاز كونكشن، يلا خليني احكي معه اشوف شو هو. الانترفيو هي اللي بتحدد انك تنقبل او ما تنقبل. How to sell yourself بهاي بالانترفيو. That's an art. كيف قدرت to sell yourself دكتور مهدي؟ انت كيف قدرت to sell yourself في الانترفيو؟ هلا اكيد اي انترفيو بالدنيا بدك تروح لها محضر حالك مزبوط. وكل انترفيو مختلفة عن الثانية، يعني ما بينفع انا رايح على الانترفيو واوكي اروح اشوف شو بدهم يسالوني. أنا واثق بحالي، أنا معدلي إيه بالجامعة، فأنا أكيد هم راح يأخذوني، ما إلو علاقة هذا الموضوع. أنت ممكن تكون متخرج امتياز ما بتعرف تحكي كلمتين، وبالمقابل شخص ثاني متخرج جيد وقادر إنه يحكي وبيعرف how to present himself، definitely هذا إلو opportunity أحسن. الشغلة الثانية يعني في كتير أسئلة تنسأل بالانترفيوز التقليدية، يعني حاول تكون محضر حالك. واهم سؤال، اهم سؤال دائما بضل احكي، انت ليش جاي تقدم عندي كمندوب، كبياع، كخضرجي، كخباز، كاي مهنه؟ طيب انت شو قلت لهم لما قالوا لك انت ليش جاي تقدم عندنا؟
والله I was honest بدك الصراحة. أنا خريج دكتور صيدلي زي ما حكيت لك، دربت بمركز الحسين للسرطان، تعلمت العلم، تعلمت الكلينيكال بارت اوف ات، بس البزنس سايد اوف ذا ساينس كان إشي دائما كثير أنا حابه، حاب أتعلمه، والبزنس بارت اوف ذا ساينس بتلاقيه بشركات الأدوية أكثر من أي مكان ثاني، فذاتس واي أنا حاب أكون سيلز ريب وحاب أتعلم منكو. اشتغلت عندهم؟ اشتغلت بنوفارتس سنة ونص. وبعدين ايش اللي خلاك تقرر تموف تكمل الماجستير؟ يلا هلا قبل ما اكمل الماجستير نقلت على شركه بايولوجيكس، شركه ادويه ثانيه هون بالاردن. بالاردن كنت مسؤول عن الاردن وليبيا، فانا كنت اقعد 3 اسابيع بالاردن واسبوع بليبيا، برضه سيلز ريب ميديكال ريب. اوكي طيب معلش، شو اللي خلاك تترك شركه زي نوفارتس وتروح على هاي البايولوجيكس؟ هل مثلا زياده راتب ولا انت يو ار بيلدينج يور سي في؟ I'm building my CV بصراحة. هذا الـ opportunity ببيولوجيكس كانت it was an oncology experience. أنا عم بغطي الأردن وليبيا، فهذا عم بفتح لي 2 markets. وdefinitely لما بدي أكتبها على CV بدل ما يعني it builds up on your CV. فكان لازم أعمل هالخطوة. طيب رحت على البيولوجيكس هاي لفترة وبعدين قررت إنك تعمل ماجستير، وليش قررت الماجستير بهذا المجال وليش بهاي الجامعة دكتور مهدي؟ حلو كتير. هلا الماجستير، أنا من يوم ما تعرفت على محمد جبر بمركز الحسين للسرطان I kept that connection معه، وضليت أسأله عن الهيلث إيكونوميكس وكيف ممكن أتعلمه وين لازم أروح إلخ إلخ. كان في أكثر من سبب أختار هلا هيلث از هيلث إيكونوميكس، ليش اخترته؟ لأنه بجوز هو أكثر إشي حبيته. حكيت مع ناس، تعرفت على محمد جبر، في كثير ويب سايتس ممكن نحكي عنها هلا بتساعدك تعرف شو هو الهيلث ايكونومكس، شو هي الفارماك ايكونومكس وهي الاشياء. اخترت شيفيلد لانه شيفيلد از يعني توب 1 اور توب 2 بهذا المجال بالهيلث ايكونومكس اند اوتكم. انت دورت على الجامعات فعلا، مش اي جامعه في بريطانيا، انت دورت على جامعه معروفه في موضوع الايكونومكس. طبعا. طيب انت طلعت على حسابك بالماجستير حسب معرفت؟ مزبوط، طلعت على حسابي. هل عملك كميديكال ريب هو اللي خلاك تقدر تروح تطلع على حسابك؟ جزء صغير، والكريدت الاكبر بعطيه لاخوي ساعدني. اخوك ساعدك. فأنا... طيب طلعت على طلعت على شيفيلد، قلت لي انه انت هناك ما كانتش الحياه يعني بامبي زي ما بيحكوا، ممكن تحكي لنا شوي عن موضوع حياتك هناك؟ اكيد. هلا انا اختي ساكنه بولفرهامبتون، واللي بيعرف بجوز بريطانيا هي بعيده ساعتين بالقطار عن شيفيلد، ف يعني اخوي عم بيساعدني، انا معي شويه مصاري، ديفينتلي مش رايح انا اشم هوا، انا رايح لحتى ادرس. السنه كامله سكنتها بالمكتبه. يعني انت قضيت سنه الماجستير لانه ما معك مصاري تقدر تستاجر، واحنا بنعرف بريطانيا اكيد استئجار فيها شيء مش رخيص، فانت كنت تداوم وتروح على المكتبه تنام. تخيلوا يا طلاب، يعني عندنا ما بزبط، الامن رح يلاقوك ويروحوك. طب انت كيف دبرت حالك ببريطانيا؟ ما في مشكله؟ هلا هي انا كان الفكره انه انا لازم يعني انا اختي ببريطانيا، فاكيد يعني على الويك دوامي كان 3 ايام بالاسبوع. 3 ايام بالاسبوع مش مستاهله اني اخذ فيها بيت واستاجر غرفه وادفع كل هاي التكاليف. بالمقابل انا على الويك اند بدي انزل عند اختي اكل واغسل اواعيي واشوف اولاد اختي، يعني لما بدي احسبها براسي مش مستاهله اني اخذ بيت هناك، لا ادفع حال القطار رايح جاي اريح لي. جامعه شيفيلد بتفتح 24 ساعه. اتذكر برضه سنسيناتي كانت المكتبه ما تسكر 24 ساعه. بالضبط. طيب دكتور، انت قلت لي كمان خلال فتره دراستك في شيفيلد قررت تعمل انترنشيب لشيء برضه فادك ليتر اون، ممكن تحكي لنا عنه؟ صح. هلا البروجرام بشيفيلد اخر 3 اشهر بالبروجرام بيحكوا لك انه في عندك هذول الاوبشنز، في عندنا هاي الشركات الادويه وفي شركات الكونسلتنسي، they have an opening، عندهم opening لانترنشيب. اختارها they will interview you و واحنا بنساعدك تحصل الانترنشيب هناك. كان الخيار الاول مع شركه سيلجين بلندن.
قدمت على الانترنشيب بالماركت اكسس وانقبلت وعملت معهم 3 أشهر انترنشيب برضو بمكتبهم بلندن وكتبت رسالة الماجستير هناك. ممتاز. طيب بعدين انت قدمت الماجستير وتخرجت، صح. ايش كان بعدين قرارك؟ وين بدك تروح؟ والله هون في كثير كثير فاكتورز لعبت بالموضوع، بدون ذكر اسماء بدون ما نحكي ديتيلز. بالضبط، من غير ذكر اسماء. كان في المفروض اني راجع على الاردن، لانه في احدى المستشفيات حكت معي عم بدوروا على حدا بهذا الفيلد. If you're interested تعال ومن عينك واتسرع اتسرع. وانا كنت يعني كنت كثير تعبان من الماجستير، فخلص انا بدي اروح اشتغل اقعد عند امي وابوي وانبسط والحياه حلوه. رجعت على الاردن لقيت انه البوزيشن في حدا تاني متعين عليه وقرروا انه انا مش مناسب لهذا البوزيشن. هاي اول صدمه بس رجعت على الاردن. طيب كيف قدرت يعني، يمكن لو طالب تاني يقول خلص الحياه تسكرت ما فيش عندي فرص، انت شو كان القرار اللي اخذته بس اخذت هاي الصدمه؟ بصراحه كان في اكثر من اوبشن. كان في بالسعوديه كان الحرس الوطني كان طالب، فقابلتهم وكنت عم بستنى بالفيزا انه خلص انا رايح على السعوديه، ده خلص صار ده في نصيبي والحمد يعني لله. بلشت تقدم لطلبات انه اوكي بدي ادور على شغل. بالضبط. كان في احدى الجامعات طالبه طلاب للابتعاث برضه بتخصصي. اوكي. فقدمت على الجامعه برضه واخذت البعثه، لانه ما كان في حدا مقدم معه ماجستير بهذا التخصص غيري. اوكي. فاخذت البعثه. بلشت اراسل جامعات. فقدمت على جامعه اريزونا. يعني اكيد اكثر من سبب ليش اريزونا بالذات. بروجرام الصيدلي عندهم كثير قوي، هو بالخامس على امريكا. الفارماسيتيكال ايكونومكس بروجرام عندهم كثير قوي، عندهم اسماء كبيره زي دان مالون وايفو ابراهام وكثير ناس. السي في تاعتهم بتحكي، فكانت فرصه اني اشتغل عندهم. وبلس اريزونا يعني مش كثير غاليه. لما راسلتهم ايش راسلتهم؟ انه انا عندكم يعني ممكن تحكي لنا عن هاي الحيثيه، انت لما راسلتهم كيف الطريقه؟ اللي صار اني بعثت لدكتورين، بعثت لايفو ابراهام وبعثت لدان مالون. بعثت لهم انه انا اسمي مهدي غرايبه، انا هيك هيك، عندي ماجستير من جامعه شيفيلد وعندي بعثه من الاردن وحاب اجي اكمل بي اتش دي وام انترستد ان يور ريسيرش. هلا كان في دكاتره ثانيين موجودين ما بعثت لهم لانه الريسيرش انترست تاعهم مش زيي. فكان لازم اشتغل مع حدا انا حاب شغله وهو حاب شغلي. وذيس از ماي كيس، اذا في مجال اقدم على البي اتش دي. هاي الحركه عملتها قبل ما اعمل سبميت للابلكيشن تاعي. يعني اول شيء انت تواصلت مع الدكتور الحاسس انه ممكن انت تكمل معه لانه الريسيرش تبعه بيناسبك، وبعدين عملت سبميت للابلكيشن بشكل رسمي للجامعه. بالضبط. اوكي طيب، وبعدين اخذت شو قالوا لك؟ اوكي يلا نعمل معك انترفيو برايفتلي لحالنا هيك. قبل هذا الاثنين الدكتورين الاثنين عملوا معي الانترفيو، ودان مالون كان بيزي، كان عنده كثير طلاب، قال لي انا اسف مش قادر. ايفو ابراهام حكى لي اوف كورس انا كثير عجبني، ف قدم الابلكيشن اي ويل سبورت يو بالابلكيشن تاعك. فكنت بدور على الجرين لايت قبل ما اقدم، ما بدي اضيع وقتي اقدم على جامعه هم ما بدهم، يعني ما عندهم فيكنسي. فقدمت واخذت القبول. ممتاز. بعدين وصار الوقت انه اخذ الفاينانشال ستيتمنت من الجامعه لحتى احصل الاي 20 اللي هي الورقه اللي انت طالب مشان تقدم فيها على السفاره وتاخذ الفيزا واتسرع وتطلع على امريكا. برضو تفاجأت ان هالجامعه بعد 3 أشهر من القبول بتحكي لي انه احنا اسفين بس احنا قررنا نلغي البعثه، انه ما بدنا نبعث حدا السنه هاي. الصدمه الثانيه للدكتور مهدي، الصدمه الاولى اجى على شغل على اساس انه متاكد انه هذا البوزيشن له، فرجع من بريطانيا، والصدمه الثانيه انه راح حصل قبول من جامعة هون، بعدين صار يراسل حصل قبول دكتوراه، رجع لهم يا جماعة هيني جبت لكم، قالوا له احنا بطلنا نوفد. شو عمل الدكتور مهدي؟
والله كان يوم صعب بصراحة يعني. كان يوم أسود. يا كان يوم لليوم بتذكره. بتذكر أخوي برضو، أخوي نفسه الكبير اللي ساعدني بالماجستير، كان يضل يقول لي خلاص لا تكره شيئا لعله خير لكم، ما بتعرف شو بصير. ما كانش في حل غير ما يعني ما مش راح أقدر أدفع 150 ألف لحتى أكمل دكتوراه لحالي. فبعثت رسلت كيف؟ رسلت دكتورك وكنت أونست معه بالضبط، بعثت له إيميل قلت له مرحبا أنا آسف، أنا مهدي اللي حكيت معك، أنا جاني القبول، thank you so much for your support، بس اللي صار معي 1 2 3 وأنا financially مش قادر أجي، فأنا آسف مضطر إني ما أجي السنة هاي. استغربت منه، ثاني يوم ببعث لي إيميل بحكي لي طيب ابعث لي رسالة الماجستير تبعتك وخلينا نحكي تليفون. فبعثت له رسالة الماجستير، بعد أسبوع ببعث لي بدي أحكي معك تليفون، بحكي لي I was really impressed برسالة الماجستير تاعتك، كثير حبيت شغلك وأنا بدي أجيبك على حسابي، don't worry about the scholarship، وخليني أنا هلأ بحكي مع العميد و let me get back to you. ما شاء الله فتحت من أوسع الأبواب والحمد لله تيسرت الأمور وروحت وكملت. خلال تكميلك كأنك قلت لي عملت كمان internship ولا أنا غلطانة؟ صح. خلال دراستك ممكن تحكي لنا شوي عنها؟ هلا بالدكتوراه بعد ما خلصت كل الكورسز وعملت الكومبريهنسيف اكزام وخلص صار وقت اني ابلش اشتغل على رساله الدكتوراه. في هون بالذات بامريكا بتفتح انترنشيب اوبورتونيتيز بشركات الادويه وبشركات الكونسلتنسي، اتس فيري كومبيتيتيف، مش سهله. قدمت على امجن، اجي اعمل انترنشيب بامجن بلوس أنجلوس. حكوا معي، قابلوني، شافوا CV و I was accepted الحمد لله، وعملت 3 أشهر برضو internship بأمجن جلوبال بلوس أنجلوس. ممتاز. وحكيت لك إنه الدكتور وإنت بالدكتورة عرض عليك بوزيشن شغل، واضح إنك كنت مميز دكتور مهدي. يعني يا رب نكون هيك، يا رب إن شاء الله. أنا خلصت عن هاي الحيفية، يعني لما الدكتور عرض عليك تشتغل خلاص يعني تصير أوفيشالي أنت إمبلويد، كنت مخلص كنه الرسالة وماش ضايل إشي بالزبط. يعني لحالها قاعدة بتتيسر إلى الدكتور مهدي. مشان هيك دائما بضل بحكي هي توفيق من رب العالمين. قبل أي إشي ثاني. خلصت الانترنشيب، رجعت على جامعتي، بلشت أشتغل على رسالة الدكتوراه، خلصت سلمتها لدكتوري، بيحكي معي بعديها، بيحكي معي مديري بأمجن اللي عملت معه الانترنشيب، بيحكي لي أنا عندي position for a manager وأنا الانترنشيب تاعتك أنت you did great وأنا حاب أنك تيجي تقدم عنا، فقدم وخلينا نقابلك ونشوف if you're a good candidate أو إذا في واحد تاني يعني ما راح نخطك، فمن هسه أنا بحكي لك it's not a promise بس قدم. قدمت الحمد لله. بهاي الفترة كانت رسالة، قدمت وعملت الانترفيوز، الانترفيو بروسيس كثير طويلة، أكثر من فون سكرين، بعدين تيجي على أمجن، يوم كامل انترفيوز وبرزنتيشنز واتسرا اتسرا. بعد فترة، بهاي الفترة أنا كنت خلصت رسالة الماجستير، سلمتها لدكتوري لحتى يراجع لي إياها، وجاني أوفر من أمجن أني أبلش شغل معهم immediately بعد التخرج. ممتاز. إذا بلشت أنت بعد التخرج بأمجن، قد إيه قعدت فيها؟ قعدت فيها 3 سنين. وبعدين شو اللي خلاك تروح على جيلاد؟ نقلت على جيلاد بعد 3 سنين خلاص أتزوج. فتزوجت الحمد لله، زوجتي بتكمل دكتوراه بـ University of the Pacific بستوكتن. فأنا بجنوب كاليفورنيا بأمجن وهي بشمال كاليفورنيا بستوكتن. أول 4 أشهر كنت لازم كل ويك إند أسوق 6 ساعات أشوف مرتي، أقعد معها جمعة وسبت وأحد وأرجع 6 ساعات على لوس أنجلوس. يعني ما شاء الله عليك، أنت مرتك بدها تكمل قلت لها أوكي فساعدتها حتى لو إنها بعيدة عنك كل هاي المسافات. It's fine. يعني هذا برضو إشي جميل جدا والله يا دكتور مهدي. بالضبط. فبعد 4 أشهر كان وضع يعني إنه كثير صعب، يعني هي مش مرتاحة أنا مش مرتاح، كان لازم أنقل شغلي أقرب عليها. فتحت الأوبورتونيتي بجيلياد،
هلا انا كنت بوقتها سينيور مانجر بامجن، الاوبورتونيتي فتحت بجيليد فور اسوسييت دايركتور. جيليد بهاي الفتره كانت طالعه طلعتها، اشتروا اكثر من شركه، في عندهم كثير شغلات بالبايبلاين، فكان ات واز ا جود اوبورتونيتي. قدمت على جيليد والحمد لله انقبلت، فنقلت شغلي من امجن لجيليد. وهلا جيليد كيف صار يعني كيف الرانكينج تبعك؟ احكي لنا الحمد عن لله بلشت اسوسييت دايركتور قبل سنة و قبل سنة واربعة اشهر من يمكن هيك زي هيك، وهلا ترفعت لدايركتور الحمد لله. وكأنك عم بتقولي هلا انت you are planning to get the MBA. بلشت MBA الاسبوع الماضي، يا كنا الاسبوع امبارح انا وياك بنتناقش انه ليش بدك هلا الام بي اي، وشو نصيحتك للطلاب اللي بيفكروا انه لما بدهم يتخرجوا ياخذوا ام بي اي. هلا الام بي اي بتطلع عليها هي اتس مانجمنت ديجري صح، فانت هي بتساعدك تكبر بالشركه. هلا از دايركتور في عندي تيم بيشتغل، اكيد في فوقي اكزيكتيف دايركتور، فوقي الفايس بريزيدنت، فوقي السينيور فايس بريزيدنت، وبتطلع لفوق. كل ما بتطلع لفوق اكثر بيصيروا بيدوروا على المانجيريال سكيلز، بيصيروا بيدوروا على السوفت سكيلز اكثر من انه او هذا الشاب معه بي اتش دي. هذا الاشي ما في كتاب بيجي بيعلمك اياه صراحه، خلينا نحكي صراحه. اذا ما كان في اكسبيرينس تبني عليها تتعلم منها، الـ MBA مش كثير شغلة بتفيد. فأنا استنيت خريج بده ياخذ MBA، هاي مش حتكون added value إلو unless إنه أول إشي أخذ خبرة وبلش يتطور بمجال عمله أو بمجال معين، ممكن ساعتها الـ MBA تعطيه push لposition أعلى. بالضبط. هلأ أنا هذا يعني كمان مرة بجوز أكون غلطان، فأنا رأيي الشخصي يعني لو في عندي اثنين، واحد خريج جامعة واشتغل ثلاث سنين، واحد خريج جامعة وإميديتلي عمل MBA، أنا بختار اللي معه إكسبيرينس على اللي معه MBA. بس لو إجاني واحد معه إكسبيرينس ومعه MBA definitely that's a plus. ممتاز دكتور، كنت حابب تعطينا فكرة لأنه مرات بتختلف علينا شو هي الهيلث انفورماتيكس، سوري الهيلث ايكونوميكس، وشو هي الفارماكو ايكونوميكس أو الفارماسيوتيكال ايكونوميكس، وشي ايكونوميكس. يا ريت اذا بتقدر هيك تعطينا فكره عن هاي المصطلحات. خليني اعمل شير للسكرين اذا بيزبط. بتقدر ان شاء الله، مفروض يا رب بس على عجاله دكتور. يس يلا على السريع كثير، خليني سي ماي سكرين. طيب خليني ازيح هذا لتحت، مش راضي يزيح. اوكي هلا انت لما بتفتح الجامعات بتشوف التخصصات، بتلاقي في بيحكي لك هيلث ايكونومكس، او جامعه ثانيه بتحكي فارماسيوتيكال ايكونومكس، او جامعه ثالثه بتحكي اوتكمز ريسيرش. الثلاثة نفس الإشي، الفرق كثير بسيط. هلا أنا الماجستير تاعي هيلث إيكونومكس والبي إتش دي فارماسيوتيكال إيكونومكس، فأنا يعني أم نوت بايزد لحدا منهم. إنت الفرق إنه الهيلث إيكونومكس بتكون بتتدرس مش بكلية الصيدلة. مثلا أنا بشيفيلد كنت بسكول أوف هيلث أند ريليتد ريسيرش، ذاتس واي اسمها هيلث إيكونومكس. بأريزونا كنت بكلية الصيدلة اسمها فارماسيوتيكال إيكونومكس، بجامعات تانية اسمها أوتكمز ريسيرش. الاوتكمز ريسيرش شيء جزء لا يتجزأ عن الهيلث ايكونومكس او الفارماسيوتيكال ايكونومكس. ما بينفع تكون عندك شغله ما في مش الثانيه، فذاتس واي المسميات مش كثير بتفرق، الثلاثه نفس الشيء. فاي طالب حاب يقدم على تخصص ريليتد لهذا الموضوع، ما يعني ما تستغرب انه او هذا اسمه اوتكمز ريسيرش، هذا اسمه هيلث ايكونومكس، لا انا بدي فارماسيوتيكال ايكونومكس، لا از ذا سيم. روح هناك شوف الريسيرش اللي بينعمل، شوف الدكاترة عايش بيشتغلوا، وهذا اللي بيفرق. شو نوع يعني انت هلا ممكن تقولنا شو الدور تبعك بتبسيط في الكومبانيز اللي اشتغلت فيها كواحد متخصص بالهيلث ايكونومكس؟ شو الجوب ديسكريبشن تبعك دكتور؟ هلا احنا بالعاده الهيلث ايكونومكس في حسب الاستراكشر تاع الشركه، ممكن تكون تحت الميديكال افيرز، او ممكن تكون تحت الكوميرشال، تحت الفاليو ان اكسس مع الماركت اكسس. مينلي انت شغلك انك مع البيرز، مع شركات التامين، مع الحكومه. ناخذ مثال مثلا، نرجع على بريطانيا. نعمل ستوب شير من عندك عشان نشوفك دكتور، انا مش شايفتك. ايوه مظبوط. يلا خلينا ناخذ مثال مثلا بريطانيا. ببريطانيا الدواء ما بيدخل على يعني ما بينعمل له ريمبيرسمنت من الحكومه الا اذا تسلم دوسير
economic evaluation لحتى يثبتوا إنه الدواء cost effective. هاي الدوسير أنت بتشتغل عليها مع أنا بالجلوبال تيم بشتغل مع مع التيم تاعنا بإنجلند لحتى نعمل هاي الدوسير ونسلمها للحكومة ويتأكد إنه الدواء is cost effective. كيف يعني الدواء cost effective؟ معلش بسط لي إياها أكثر. هلا كل دولة لها guideline لحالها. أوكي. كثير معقد الموضوع هذا بس كل دولة إلها يعني مثلاً برضو نحكي على بريطانيا لأنهم أسهل حدا بيجوز بالجايدلاين تاعتهم واضحة مش أسهل يعني هم كثير معقدين بس واضحة الجايدلاين هم بيحكوا لك إنه الدواء تاعك لازم يكون effective أكثر بيقيسوا الeffectiveness بشيء اسمه quality adjusted life year الحكومة بتحكي لك أنا بدفع إذا الدواء تاعك is more effective أنا على كل وحدة quality adjusted life year زيادة دواك بيعطيني أنا مستعد أدفع 30,000 pounds. ممتاز. إذا أكثر من هيك أنا ما راح أدفع. إذا أقل من هيك نيت أهلا وسهلا. هل هذا بالأردن شركات الأدوية عندنا بتعمله؟ لا مش موجود هذا الإشي بالأردن. طيب هذا لو أنت مثلا كدكتور مهدي غراقي وقررت ترجع على الأردن هل فعلا سيتم استغلال خبراتك؟ ولا انت حاسس انه راح تكون شغلك هنا لا يعني ما بيستغل جزء بسيط من الخبره اللي عندي الدكتور مهدي هلا هاي فكره الكوست افكتيفنس والكوست يوتيليتي هي جزء صغير من الهيلث ايكونومكس والفارماكي ايكونومكس صح هلا هاي الجزئيه الصغيره مش موجوده عندنا بالاردن اذا بتطبق ما بعرف كيف يعني بدها كثير شغل لحتى تطبق ممكن انها تطبق مش إشي مستحيل بس في أشياء تانية بنقدر as a health economist أنت بتشتغل عليها the patient reported outcome بحر كامل the database analysis لسه يعني بحر أكثر من هيك يعني بفهم مثلا لنفرض أنك بدك تقنع الحكومة أنها تجيب دواء معين أو تجيب medical device معينة هون بيجي دور أنه أنت تعمل study عشان تقنعهم أنه هذا راح يكون cost effective يوفر عليك يا حكومة أتوقع هيك جزء من الشغل تبعهم جزء صغير منه مزبوط طيب بالنسبة لهذا التخصص دكتور لو أنت بدك تنصح الطلاب إيش تنصحهم هل هذا التخصص فعلا إله مستقبله إله مجاله مش شرط بس بالأردن برا هل إله مجال بالخليج إله مجال بالخليج طبعا إله مجال بالخليج وإله مجال برا الخليج وإله مجال بكل العالم هلا في نقص شديد بهذا التخصص حتى يعني في نقص شديد وفي نقص شديد بالفرعية التخصص نفسه هو انت بتدخل health economics or pharmacy economics انت بتتخصص economic modeling patient reported outcome او database analysis كل واحدة لها شغلاتها بس يعني بس جدا مطلوب اذا انت interested again بالbusiness side of the science هي هون في كثير أشياء ممكن تتعلمها مطلوب برا الأردن ومطلوب جوا الأردن ومطلوب بالخليج هلا جوا الأردن شوي الناس بعدها مش فاهمة شو يعني فارماكي إيكونوميكس بلشوا من جديد يستوعبوا إيش هو اللي عم بصير في كثير ناس رجعت على الأردن عم بتساعد بهذا الأويرنس فإن شاء الله أنها تصير الأمور أحسن بالأردن إن شاء الله دكتور مهدي شكرا لك خلينا ننتقل عشان نكسب الوقت لدكتورتنا الدكتورة معالي رح أعمل شير عشان أحكي سيرة مختصرة إلها وبعدين إن شاء الله نتحدث مع الدكتورة معالي دكتورة الصيدلانية معالي دياب حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الأردنية الدكتورة معالي رزقها الله ولدين أحدهم موهوب والآخر كان لديه صعوبات تعلم مما كان الدافع لها وراء تأسيس شركة وسيلة المفكر وهي شركة مقرها فلسطين وتقدم خدمات تعليمية من استشارة وتدريب وأحداث ترفيهية تعليمية وأدوات ألعاب وكتب وتطبيقات مع محتوى ممنهج لدعم التعلم التفاعلي من أجل الاحتياجات العادية والخاصة للأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة ويغطي جميع جوانب التعلم ومصنف إلى مستويات الدكتورة معالي حائزة على منحة المجلس الأعلى للتميز والابتكار عام 2018 وأيضا حاصل على لقب المرأة الملهمة عام 2017 with Cherry Blair وفائزة كرائدة عمل من فلسطين بأفضل مشروع خطة عمل عام 2016 دكتورة معالي أهلا وسهلا فيكي بدنا دكتورة معالي أنت تخرجتي من الجامعة الأردنية صيدلة نعم وبعدين قررتي أنك ترجعي طبعا على مكان أهلك اللي هو طول كرم
ويمكن قلت لي انك اشتغلتي بعدة صيدليات هناك صحيح؟ لا، اشتغلت أول إشي سنتين عشان أخذ خبرة، بعدين كانت إلي صيدليتي الخاصة. ممتاز. إذا أنت اشتغلتي بصيدليتك نعم. الخاصة وهذيك الفترة تزوجتي يمكن. مظبوط. ورزقك الله بمحمد وعمر. تحكي لنا عن محمد وعمر وكيف كانوا الدافع لك حتى تنشئي هاي الشركة؟ تمام. محمد وعمر، محمد هو ابن الكبير. محمد مشهور، بعدين بتعرفوه، اللي طلع قبل موسمين ثلاثة في أرابس كوت تالنت. هو ولد صغير بيحسب أسرع من الكالكوليتر، حتى هو بتذكر. يعني هون بتذكر يعني صار عليه ضجة سموه يعني ما شاء الله. حاسبة فلسطين، وكانوا يعملوا معاه لقاءات وانترفيوز وهيك. محمد يعني قبل ما نوصل لهون، يعني كان في شوط قبل. محمد من هو سنتين غير، يعني في شيء زي ما تقولي هيك طالع من عينيه. هذا الولد بركض ركاض، بفهم. كنت تقولي لي كنت غير يعني تحطيه عند لازم. امك الله يرحمها وتيجي تلاقيه انه عم بحكي لك بالفراكشنز. بحسب وفاهم الأرقام. سنتين، أنا بحكي سنتين ونص يعني، فحتى بيفهم إيش المضبوط الفراكشنز، شو الربع وشو النص يعني. بينما الأطفال يعني هم ما بيعرفوا الرقم بهذا العمر. كنت تسألي فأنا امك تقولي بفكر لها انت بتعلميه اشي يا ماما؟ لأنها ماما أصلاً إنجليش تيتشر، فأنا كنت مفكرة يعني زي ما بقولوا بتمارس هواياتها معه يعني في وقت الفراغ. فبقولها يعني منيح هيك علمتي، بتقولي بس أنا ما علمته هيك من الله. فحسيت إنه في شغلة عند محمد لازم استثمرها، حرام يروح عادي يعني. بتعرفي في أطفال كتير يمكن موهوبين يمكن أكثر من محمد، بس ما حدا ماخذ باله منهم، فهم أطفال عاديين. أنا ما بدي محمد يطلع عادي، هو حيطلع شاطر في المدرسة باي أول مين، زي ما الله خلقه شاطر. بس ليش بس يكون شاطر يعني؟ ليش ما يكون مميز؟ ليش ما يكون منتج؟ فاشتغلتي عينك دخلتي في بديت، نعم، بديت أدور على بروجرامز إنها تستثمر فيه وتطلع اللي جواته. فلقيت هون عندنا برنامج اسمه الخوارزمي، اللي هو المنتر أريثمكس، بيعلموهم الحساب المنتلي. طبعاً محمد كان أصغر واحد إيفر، يعني أنا بحكي على 5 سنين، بينما الأولاد يعني التانيين اللي في الصف كانوا أكبر. مع إنه محمد 5 سنين أصغر واحد، بس هو اللي تميز عنهم، هو قطع الليفلز بسرعة، هو كان ينط نط غير ما يعني. شاء الله. طيب بعدين محمد ما شاء الله انت استغليتي موهبته صح وخليتيه يمشي ببروجرامز اوريدي موجوده. نحكي على عمر اللي ما كان له بروجرام موجود، ابنك عمر، تحكي لنا عنه شوي. عمر بيجي بعد محمد ثاني يعني. كل محمد، وانا قديش همي اني امشي مع محمد اكثر. طبعا انا برضو اشتغلت مع محمد، يعني ما كان بدي بس يعني، انا زي ما تقولي ما لقيتش غير الحساب اللي البروجرامز اللي ادخله فيه يعني. لو لقيت شيء ثاني دخلته، بس انا ما لقيتش الا هذا. فبديت اني ابدا اشوف ايش كمان هدول الاولاد بيتعلموا، كيف بيتعلموا، شو الامكانيات اللي عندهم. بعد سنة إجاني عمر. عمر عنده صعوبة تعلم، اللي هو ما بحكي، أو خلينا نقول بلغة بسيطة سيستم الحكي خربان عنده. تمام، ما بحكي، وبالتالي ما بتواصل، ما بحسب، ما بيكتب، ما حيحفظ. فبس من 13 سنة يعني هذا الحكي كان ما حدا عارف يتعامل معاه. ما كان في نت، وفي ما كان في برامج، قلتي لي حاولتي لا تبدي تدوري على المعلومة عشان تبدي تفهمي كيف مظبوط، تتعاملي معه. ما كان في نت لدرجة إنه سجع يعني. قبل 10-12 سنة يعني ما كانش في، هون بتعملي كلمة وسيرش بيجيكي كل الإشي عنها. زمان أصلا ما في كان سيرشنج انجنز، يعني إذا أنت عارفة إيش بدك بتدخلي بتجيبيه بس. فما كان في يعني وسائل تساعد، فاضطريت إنه أنا أبدأ أدرس، أبدأ أخذ كورسز، أبدأ أقرأ عن الموضوع، درس حقيقية في الموضوع. لدرجه انه انا لما كان يعني، هو كان في مس احنا كنا نوديه على اللي هو العلاج الوظيفي وعلاج النطق، بس يعني بتعرفي مش عارفين يعني هل موجود عندهم بيشتغلوا فيه، هل موجود عندهم بيشتغلوا فيه، طب احنا كيف بدنا نشتغل معاهم، هم اصلا مش عارفين. وهذا احد الاشياء اللي انا اشتغلت عليها، العشوائيه اللي موجوده في التعليم والمناهج والمفاهيم، هذه اصلا هي عامله كبيره. فبديت انا زي ما قلت لك ابدا يعني اشوف شوي شوي كيف هدول بيتعلموا، شو أحسن طرق التعليم، كيف التكنيكس للتعليم كمان.
فحتى لما انا كنت اخذ كورس او ورشه لشيء معين او اقرا عن شيء معين، اجي اطبقه لعمر، تمام؟ وطبعا اطبق لمحمد كمان يعني، بس عمر لانه كان يروح على الكلاس، فاجي اخذ الشيء اللي اشتغلته واقولها مس انا امبارح اشتغلت، يعني بقول لك هم عشوائيه يعني مش عارفين ايش بدنا نشتغل معاه، فانا اشتغل في شيء واقولها للمس انا اشتغلت معاه امبارح هيك وهي، مثلا يعني عامله وسيله، عامله شغله او التول معين، فنخلص منيحه كثير وتشتغل معاه، ولما نخلص اخذ عمر واخذ الاغراض تقول لي لا 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 هذه التول خليها انا منيحه كثير بدي استعملها لغيري. عم كنتي ايام ما كانوا عم بيعلموا انت عم تعملي وسائل تعليميه لابنك بتوديها للمس، المس تكتشف انها ممتازه بتقول لك خليها بدي اكمل عليها تعليم لباقي الطلاب اللي عندي. ممتاز. مظبوط. طيب اذا قدرتي، اللي فهمت انك بهاي الطريقه قدرتي انه فعلا عمر هلا ما عليه اي مشاكل، طالب بالمدارس في فلسطين وما شاء الله عليه اموره تمام. إذا حققتي تمام. الهدف اللي أنت كنتي مقتنعة إنه لا ابنك ما عنده مشكلة عضوية، أنا لازم بس أكون عم بعطيه اهتمام وتعليم خاص عشان أقدر أطلعه من هاي المرحلة، والدكتورة معالي قدرت تطلعه. طيب نتيجة الخبرة هاي العملية اللي صارت بين الدكتورة معالي وبين أولادها، طلعت الفكرة اللي أنت حكيتي عنها اللي هي الشركة اللي بدك تحكي لنا عنها هلا دكتورة معالي. كانت يعني زي ما تقولي، هو برجع بقول محمد انا كان ممكن يطلع بني ادم شاطر او طالب شاطر وهي حده، عمر كان ياخذ الدروس البسيطه يعني يقضي حاجته في الحياه ومش اكثر من هيك، ما يكون اكثر من هيك، بس انا ما كان هذا هدفي للاولاد، انا بدي اياهم منتجين، بدي اياهم اهلهم، بدي اياهم طبيعيين، بدي اياهم احسن حتى من الطبيعي، كان اتجهت هذا الاتجاه. هلا محمد كمان حتى بيدرس كودينج وبيعملنا الجرافيك ديزاينر للشركه، ما شاء الله. وعمر في صف ثامن، الحمد لله، وعمر صف ثامن حتى الثامن او التاسع على الصف، هي از جود، بمارس حياته عادي طبيعي يعني، اسكليت سباحه، بيسافر لحاله كمان بيروح وبيجي. فهلا صار انا عندي داتا او تصور للمفهوم التعليمي او وضع التعليم بشكل كبير. فقلت أنا عندي داتا كتير وفي إشي ميسنج في السوق، أو الأطفال محتاجين شيء هو مش موجود. طبعاً الأمهات يعني أنا لما درسنا الشغلة وبدنا ندرس الإشي السوق مظبوط مظبوط يعني going to the market، لقينا إنه حتى الأميات بيشكوا، حتى المدرسين بيشكوا إنه ما في إشي مظبوط فاعل ممنهج نشتغل عليه. فبديت نجمع تيم، نجمع داتا مظبوطة عن المفاهيم وننتجها بشكل تفاعلي. يعني أهم إشي هنا الكي وورد هنا اللي هو التعليم التفاعلي، interactive learning. ليش interactive learning؟ لأنه interactive learning هو بيعزز أو بيدعم الخيال. ولما أنا درست الدماغ والعقل، وسواء فيسيولوجي سواء اناتومي سواء كميكانيزم، اذا الصيدلي فاتتك دكتوره معالي كصيدلانيه كان طبعاً. سهل جدا تقدري تدرسي هاي الامور وتربطيها بالتعليم التفاعلي. طبعا طبعا، لانه كان ممكن هاي التجربه تمر على حدا ما قادر يدخل في هذا الدراسه، فكان ممكن تمر على حدا يعني مرق ما تنتج معه. فانا بعد ما درست هاي الشغلات اكتشفنا انه او هو دوكيومنتد موجود، فانا اعتمدت هاي الطريقه وانتجت مع الاولاد انه تعليم التفاعلي الانتر اكتف ليرنينج بدعم الخيال، والخيال هو اساس الابداع. احنا شوفي لما بنكون لاحظي الاولاد الصغار اللي عمرهم 3 4 سنين بيبقى يقول لك قصه من نسج خياله ومش عارف ايش، بس هو مصدقها ومفكرها حقيقه. هذا حقيقي، هو بالنسبه له حقيقي لانه هو بيشتغل على خياله. الداتا بتقول، دراسات بتقول عفوا، بتقول انه ربنا بيخلقنا ب 98% قدرات عقلنا خيال اللي هي بتودينا للإبداع. بس للأسف في، بعثت لك صورة اللي هي الأخيرة المثل اللي بتقص الأفكار تاعت الأطفال. إذا بعرفش إذا حعمل شيرينج، ما بعرف هذه ريليتد للموضوع. استني لحظة شوي بس، أنت كملي حكي، كملي. تمام. قدراتنا للأسف للأسف بتروح بتوصل لحد 8% وانس إنه إحنا دخلنا الروضة. لما ندخل المدرسة بتوصل من 5 ل 2% للأسف. ليش كلياته هذا؟ لأنه قصدك هاي دكتورة؟ لا كمان، لا اللي وراها كمان. أوكي بس كملي كملي.
طيب ليش؟ لأنه إحنا ما بنعتمد في التعليم على أساس التعليم التفاعلي، هو بدعم الخيال وبالتالي بدعم أو بعزز الإبداع، لأنه إحنا معتمدين على التلقين، على traditional way of teaching، فبتخلي كل الأطفال نماذج واحدة، طريقة تفكير نمطية ما في إبداع فيها. فإحنا تيم كامل بعد ما جبنا كل الداتا اللي اشتغلنا عليها، صنفنا أول شيء عملناه زي ما قلت لك يعني العشوائية في المفاهيم، إنه إيش بدنا نشتغل المرة الجاي، إحنا إيش بدنا نعمل. فالعشوائية أيوة حلوة هذه الصورة. بالضبط. طلعي كيف الله بيخلقنا، كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده تايب أوف ثينكينج، نمطية. فالمدرسة للأسف طلعي كيف المس بتقصقص الأفكار بتخليها كلها تايب واحد. هذا التعليم التقليدي أو اللي موجود في المدارس هيك بيعمل. التعليم التفاعلي بيطلق الإبداع، تمام. واهم شيء زي ما قلت لك عملنا يعني انه وانا مع الاولاد ايش بدنا نعمل، طب المره الجاي ايش، طب هو وراها ايش، طب يعني كيف بدنا نشوف، طيب ما بنعرف يعني المره الجاي كيف بدنا نعمل. فقسمنا المفاهيم، يعني هذا اكثر شيء اخذ وقت، قسمنا المفاهيم لمجموعات، وضمن المجموعات في عده مفاهيم وكلهم مقسمين لاعمار ومعاهم تعليمات وريليتد لبعض ومع ليفلز كمان. قلتي لي هاي البرودكت بلشت عندكم في فلسطين منتشرة، وقلتي لي انك اخذتي منح عشان تقدري تدربي هلا معلمين بفلسطين على هذا هاي الوسائل التعليمية، تحكي لنا شوي عنها؟ مظبوط، احنا الشركة عندنا بتقدم منتجات وبتقدم خدمات. من ضمن المنتجات اللي هي المنتجات اللي انتجناها، بعثت لك هيك كم من صورة، من هاي ضمنها راح ابقى بازل، من ابشر. ضمنها العاب وكتب، بازل وكتب وتطبيقات الكترونية. على فكرة يعني خلال شهر ان شاء الله حنبدأ في عمل تطبيق الكتروني. ومن ضمنها كمان الخدمات اللي هي أنشطة منهجية ولا منهجية مع تدريبات واستشارات. بالنسبة للتدريبات ممتاز. خدنا من مشروع هنا اسمه ميد أب، خدنا فند عشان ندرب بحدود 1000 طالب، من ضمنهم طبعاً ذوي احتياجات خاصة ومشرفين على ذوي الاحتياجات الخاصة، عفواً 1000 مدرس من ضمنهم مشرفين ذوي احتياجات الخاصة، و1500 طالب، طالب عادي وطالب ذوي احتياجات خاصة، على مفهوم التعليم التفاعلي. ممتاز. احنا انا مش سجلنا راح اعمل جهاز. بسيطة مش مشكلة. احنا تميزنا بشيء كمان، يعني في الشغل اللي اشتغلناه تميزنا بشيء، من ضمن لما قعدنا ندرس احتياجات السوق والسوق والطلاب وقدراتهم ووضع المنهج، لقينا انه ذوي الاحتياجات الخاصة هذول فئة مهمشة جدا جدا جدا. السنة اللي فاتت أنا هون في مؤسسة عملت معاها اسمهم نت كتابي، عملت معاهم دراسة على أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقيت لهم تطبيقات تعليمية هي هادفة وموضوعة بشكل مظبوط جدا، وأجريناها على مجموعة من الطلاب. للأسف ذوي الاحتياجات الخاصة كل اللي قدروا يستعملوا من هذا الكونتنت التعليمي هو من 2 ل 5%، بناء على كنا نتابعهم طبعا كل اسبوع، كان في فيدباك قديش قطعوا، قديش استفادوا، قديش انعكس على حياتهم. فمن 2 ل 5% بس هم قدروا يستعملوا هذا الابلكيشن. ليش؟ لانه هذا الابلكيشن ما كان مناسب لهم، هذا الابلكيشن لاطفال عاديين. فاحنا يعني تميزنا بشيء، انه هو كل المفاهيم صممناها على قد غير الأطفال العاديين، على قد أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا أنت بلشتي تشتغلي على كل شيء، سواء طفل عادي أو ذو احتياجات خاصة، شو هو بحاجة كل واحد، وتعملي له نعم تطبيقات ووسائل تعليمية تفاعلية لتساعده إنه يحصل مهارة معينة. تمام هلأ حكيتي لي إنه البرودكت تبعتكم موجودة وإن شاء الله رح تتوسعوا بإذن الله تعالى، ونتمنى لكم إنه كل التوفيق. دكتورة معالي، بحكي لك الدكتور بلال، عندما يتعلق الأمر بالأم وأولادها تتحول الأم إلى قوة جبارة تصنع المستحيل. تحياتي للإيجابية والإرادة الجبارة للدكتورة معالي، كل الاحترام. في خلينا شكرا بس نتفاعل، في إسراء تحكي يعطيكم العافية جميعا، بوركت جهودكم دكتورة سجى ودكتور مهند ودكتور مهدي. في خلينا نشوف إذا في أسئلة، طبعا في ناس كتير بيحكوا يعطيكم العافية، خليني أرجع لورا وأشوف شو في بعض الأسئلة. لحظة شوي. أروى عيسى بتحكي للدكتور مهدي هذا هو الإصرار.
سوزان الغروز تحكي له ما شاء الله ميسره، بس هو مش عارفين الداونز اللي صارت. يعني هي ميسره بس بعد ما انه الانسان ضله يعني قوي وصل وما انهز. ملك تحكي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. سبحان الله كيف ربنا بيسر الامور. و اعتقد في اسئله كان فوق شفتها. في واحده بتحكي دكتوره ما شاء الله اسئلتك تو ذا بوينت، الحمد لله نشكر الله. شكرا على الاسئله التفصيليه. هم مش عارفين انه انا بشوفكم قبل بوقت عشان اسال اسئله تفصيليه. ملك عم تحكي هل الحصول على هيك فرص بسبب عدد الصياد، هي لك يا دكتور مهدي، هل الحصول على هيك فرص بسبب عدد الصيادله الاقل على ايامك، ولا في خطوات انت اتبعتها اي بي سي عشان حصلت على اللي انت عملته هلا؟ I still believe the market لسه بعده مش mature enough. في كثير opportunities. هلا بدك تعرف شغلي كمان بالhealth economics. انت you're not competing مع صيادلة بس. You're competing مع صيادلة. في ناس من nursing بيجوا. في ناس بيجوا من economics. في ناس بيجوا وبيدخلوا كلية الصيدلة وبيكملوا PhD بالpharmaceutical economics. فبالرغم من كل هذا اللي عم بيصير لسه في كثير opportunities. طيب هل تعتقد صيدلانية معي وهيلث ايكونوميكس رح يكون أقوى أو مفضل أكثر في شركات الأدوية من مثلاً تمريض أو ايكونوميست عادي تخصصه اقتصاد، ولا لا دكتور؟ Definitely. كثير بتفرق. يعني أنا كثير فرقت معي إنه سنتين اللي اشتغلتهم as a sales rep بالأردن كثير فادتني بالpositions اللي حصلتها. كثير بالانترفيو بيكونوا عارفين انه انت واو جاي انت عامل سيلز اند ماركتينج وهلا جاي تعمل فاليو اند اكسس. فكثير بتفيد. فانت ماخذ الموضوع من كل جوانبه. طيب دكتوره حاتمه حوسه بتحكي لك يا دكتوره معالي ما شاء الله عليكي، هل تفكرون بعمل فروع لمركزكم؟ هل تفكرون بايش؟ هل تفكرون بعمل فروع لمركزكم؟ والله احنا مبدئيا الفروع لسه ما فكرنا فيها، بس ممكن انه احنا نصدر يعني لبرا. مقركم فلسطين حاليا؟ مقركم فلسطين بتدربوا معلمين هناك سواء لذوي الاحتياجات الخاصه او للطلبه العاديين، بس لسه انت مش بالمجال اللي انت مفكره بالفروع. بس انا متاكده دكتوره معالي رح يجي اليوم اللي نشوف وسيلة المفكر صارت بأكثر من دولة وبأكثر من مكان. حكيتي لي دكتورة معالي إنك أنت لما تنزلي على السوق وتتفرجي على ألعاب الأطفال قد ما صار عندك خبرة لحالك بتقرري هاي اللعبة صح هاي اللعبة غلط، هاي اللعبة فيها إشي غلط في الدايركشن إتسترا. حكي لنا شوي عن هالموضوع. الموجود في برودكتس موجود بالسوق، أنا ما بنكر إنه في منها معقول، بس المشكله في البرودكتس بشكل عام انهم مش مترابطين. احنا شو اشتغلنا؟ احنا كان الشغل اللي اشتغلناه بشكل شامل، يعني احنا ما مسكنا المنتال سكيلز، ما مسكنا المفاهيم التعليميه، ما مسكنا الالعاب العائليه. احنا عملنا مجموعه كامله بتشمل اساسيات التعلم، بتشمل التصنيف. على فكره التصنيف طلع عالم، يعني إشي مش معقول، وإحنا ما عندنا أي فكرة عنه، ما في أي برودكت في السوق للتصنيف. تمام. فهذا اشتغلنا عليه كتير. عملنا كمان ألعاب عائلية هادفة وألعاب ريليتد للمنهج اللي هو المفاهيم التعليمية على شكل تفاعلي. عملنا كمان القيم المجتمعية، وعملنا كمان المهارات الفنية كمان اشتغلنا عليها. يعني فما حدا اشتغل مشروع شامل مثلنا. فالمشكلة اللي في السوق الله يخليكي، فالمشكلة اللي في السوق إنه بتعطيكي one item وبتتركك. إحنا موجود عندنا على كل، سواء الابليكيشن حيكون عندنا كل مفهوم معاه مسج كاملة هو إيش الأوتكم لإله وليش مستعمل. نفس الإشي البوكسز والبوكس مشروح عليهم شرح تام، إحنا ليش نستعملهم والعمر. صار نفسي أطلب لأولادي من عندك، بعرفش إذا بتقدر توصلي لي. بعثت لك انا مثلا صورتين. لازم هيك انت عندك مثلا ويب سايت حاطه فيه كل هاي البرودكتس للناس اللي زينا انترستد يجيبوا لاولادهم؟ احنا موجودين في مناطق فلسطين. احنا قصدك ويب سايت؟ كويب سايت دكتوره انت في عندك ويب سايت يساعد الواحد يعرف شو هي البرودكتس تبعتكم؟
احنا ويب سايت شغالين عليه لسه مو جاهز، بس في عنا صفحه فيس باسم مفكر ام يو دبل اف اي كي اي ار. طيب دكتور مهدي، عشان بدنا نحاول يعني خلص يعني ننهي اللقاء عشان البث اليوم كان فيه مشاكل. في أفنان أعيدة بتقول لك يعطيك العافية دكتور، عندي سؤال لو سمحت، كيف ممكن نكمل بمجال الهيلث إيكونومكس بالأردن وإلي سنتين بشتغل بالريجولاتوري أفيرس، تنصحني أخذ MBA؟ الموضوع مش كلهم سؤالين منفصلات شوي هيك، أنا فهمت على عجالة. كيف بدك تكملي فارماكي ايكونومكس بالاردن؟ للاسف حسب علمي ما في ما في ما في ماجستير او دكتوراه بالفارماكي ايكونومكس بالاردن يت. بنصحك تكملي ام بي اي مع ريجولاتوري افيرز اكيد، بس اذا حابه تكملي فارماكي ايكونومكس او هيلث ايكونومكس ما في داعي تكملي ام بي اي هلا، اجليها شوي. حاكمة الدكتورة حاكمة طبعا زميلتنا والدكتورة حاكمة بالصناعات الدوائية ما شاء الله عليها، عم تقول لك دكتور غرايبي من تجربتك والجامعات التي درست، ما هي التخصصات الفرعية للصيدلة؟ لأني دائما أسعى لأن تكون الصيدلة إلى فروع ولا يبقى الصيدلي صيدلي ولا تبقى ضمن الصيدلة السريرية أو صيدلة المصانع، ما هي التخصصات المعروفة؟ بماذا تنصح الجامعات؟ أنا عايز أصفر زي نو، ما في تخصصات صيدلة الواحد يطلع صيدلاني إشي، غير طبعا عندنا الألمانية بتعمل لك اللي هي الانجينيرينج ربطته مع الصيدلة، بس وحتى في دول العالم الأخرى فيش الصيدلة، إذا أنت بدك تكون صيدلاني قادر على ممارسة المهنة فأنت لازم تاخذ صيدلة بعدين ليتر أون بتقدر تاخذ التخصصات الأخرى، ولا لا دكتور بهتي من خبرتك؟ اللي شفته أنك أنت بتخلص فارم دي مثلا من أمريكا وبعد هيك بتبلش specialized بالإشي اللي أنت بدك إياه. يزن مطارني بيحكي دكتورة سجة شخصية أكاديمية وخلاقة بالأفكار ولها حضور راقي، إيش رأيكم يا جماعة؟ موافقين الكلام؟ مية مية. شكرا يا يزن، شكرا، الله يرضى عنكم. بدنا تحكوا لنا كل واحد من واقع خبرته الخاصة في نصائح للطالب الصيدلي الخريج في الأردن. دكتور مهدي تفضل. أول شيء سمو إيديك على كل شيء عملناه سريعا سريعا. بدي أحكي نصيحتي لأي طالب بالأردن إنه يكون عارف إيش بده، ولما بدك لما بدك تراسل لما تكون عارف إيش بدك في خطوات شوية هيك حطهم take it seriously. ما بينفع تبعت لحدا إيميل إنه أنا حاب أكمل كلينيكال بعدين تتفاجأ إنه هو مش تخصص كلينيكال، ترجع تحكي له أوكي أنا بدي أعمل فارماكي إيكونومكس. لازم تكون أنت عارف إيش بدك، الإشي اللي بدك تدرسه رح يضله معك لحد ما تموت. صحيح، رح يحدد مستقبلك. Yeah, choose wisely بهاي المواضيع. دكتورة حاكمة بتقول لك هي بتقصد الدراسة بعد دراسة الصيدلة، شو تخصصات الماجستير والدكتوراه إذا عندك هيك أفكار على ماجستير ودكتوراه بمجال الصيدلة غريبة ما بنعرف عنها؟ يعني إحنا نعرف صيدلة صناعية صيدلة سريرية، بس إحنا على فكرة دكتورة حاكمة إحنا الأسابيع الماضية كانت لقاءات مع ناس كملوا بمجالات أخرى مختلفة زي الدكتور مراد، الدكتور بلال، وهي الدكتور مهدي، كل واحد كمل بمجال دكتوراه مختلف عن اللي إحنا دائما نفكر إنه هو هذا الترند. بالضبط، أنا بدي أضرب مثال مراد، التخصص اللي بيعمله هو يعني one of its kind، برضه the same thing it's rare. هو كان أناني قرر أن الناس كلها تروح زي تخصصه، أنا كمان بدي أكون أناني وأحكي لا أنت أناني فارماكو إيكونوميكس هو أحسن تخصص بالعالم. طبعاً أي طالب حابب يعرف أكثر، أنا متأكد الدكتور مهدي حيكون مرحب جداً أنه تتواصل معه سواء على لينكدين أو إذا بسمح على المسنجر حتى يستفيد أكثر من خبرته. دكتورة معالي احكي لنا نصيحة، أنت كأم وكصيدلانية، وصيدلانية اللي مشيت فيه يختلف تماماً عن البكالوريوس، هي دكتورة معالي تخرجت زينا الصيدلة بكالوريوس وبعدين هلأ هي بمجال مختلف جداً، وكان السبب طبعا هو ربنا الولدين اللي رزقهم إلها، وان شاء الله ربنا يقر عينك فيهم طبعا وتشوفيهم احسن الناس. احكي لنا دكتوره، هل توقعتي انك تكوني دكتوره معالي هلا بهذا الوقت، هلا لما كنتي انت بالبكالوريوس انه راح تكوني دكتوره معالي اللي عندها هاي الشركه؟ دكتوره انت ام ميوت، فبدك يو هاف تو ميوت يور سيلف. دكتوره معالي صوتك مش طالع، ميوت يور سيلف دكتوره. خلص فتحته. في الحقيقة لا ما تصورت، يعني أنا لمدة 10 سنين وأنا عندي صيدلية الخاصة وبشتغل فيها وساتسفايد، وأنا مش هون أبدا إلا من تجربة وحالة شخصية أنا مريت فيها، بس بقدر أقول إنه
في شيء يونيك، لأنه هي ممكن هاي الحالة تمر على أكثر من أم أو أهل وما يعني ينتجوا، أو يعني يكون تصرفهم عادي زي بقية الناس، بس في كان إشي يعني من ربنا إنه أنا درست صيدلة، والصيدلة هذه هون يعني برضو أنا هون عشان برضو صيدلانية. بتعرفي الـ thinking هو mechanism of action، كيف إحنا بنقتل المرض، كيف إحنا مقاومة المرض، كيف إحنا الهضم، هو في mechanism of action إذا إحنا عرفنا بنقدر نشتغل عليه، فهذا هو اللي أنا يعني اتخصصت فيه. ممتاز. دكتور آخر سؤال إلك، بعرفش إذا إلك علاقة فيه، نانسي بتقول لك شو رأيك بالديجيتال ماركتينج؟ بعرفش، ما أعتقدش الدكتور إله علاقة بالديجيتال ماركتينج. شايف كيف في عنا لخبطة بالهيلث إيكونوميكس والناس على طول بتربطه بشغلات تانية، أتوقع إنه خارج مجال الدكتور مهدي. أنا بدي أشكركم وآسفة على اللي صار، إنه الواحد ما قدرش يربط لايف مع الفيس بسرعة، ولولا تدخل أخي العزيز الدكتور أسامة حامد قدرنا نخلي هاي الحلقة تطلع على أرض الواقع، غير هيك كان أجلناها. شكرا لكم كتير، ما شاء الله عليكم قصص نجاح، وإن شاء الله نراكم السبت القادم، رح تكون آخر حلقة تفاعلية ورح تكون مفاجأة، لأنه إن شاء الله رح تكون بتهم جانب كبير من الصيادلة الموجودين بالأردن. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا سجا معالي دكتور مهدي، شكرا، يعطيكم العافية. شكرا سجا، وشكرا لكل الحضور.